أسعد الله أوقاتكم. في البداية نشكركم شكر جزيل باسم هيئة العمل الشعبي لمقاومة الجدار والاستيطان في منطقة شمال القدس، وكذلك باسم المجالس المحلية المشتركة التي يمثلها الأخ أبو سيف يوسف الفقيه، والأخ سالم، والأخ أحمد جبران، والأخ أبو منذر، وعدد من الأخ أبو فارس الجمل الذين يمثلون المجالس المحلية، وهيئة العمل الشعبي التي تشكل ائتلاف ما بين التنظيمات السياسية الفلسطينية. نحن اليوم إزاء قضية إنسانية أصبحت تقض مضاجعنا في منطقة قرى شمال غربي القدس، ولذلك ارتأينا أن نقدم هذه الرسالة من خلال هذه المؤتمر الصحفي. بيان صحفي صادر عن هيئة العمل الشعبي والمجالس المحلية في منطقة قرى شمال غربي القدس، والتي تتشكل من قطنة وخراب من لحم وبيت عنان والقبيبة وبدو بيت سريك بيت إكسا نبي سمويل بيت إدزا وبيت دكو. عنوان هذا المؤتمر: الاحتلال الإسرائيلي يتحمل الكارثة الإنسانية المترتبة على احتجاز المياه ومنعها عن 70,000 مواطن في قرى شمال غرب القدس، نظرا للأزمة المائية الخانقة التي تعانيها هذه المنطقة والتي يقطنها آلاف المواطنون في 10 قرى، ونظرا لتفاقم هذه الأزمة الإنسانية التي تفوق حدود الاحتمال الإنساني بسبب حرمان هؤلاء المواطنين من قطرة المياه، وما يترتب على هذا الحرمان العنصري من كارثة إنسانية تصيب كافة مجالات الحياة، فإننا ومن منطلق أخلاقي وإنساني قانوني كفلته كافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحق في الحياة الآمنة، نتوجه إلى المؤسسات الدولية، الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولية، والقوى اليهودية الديمقراطية في إسرائيل، وإلى اللجنة الرباعية الدولية والاتحاد الأوروبي بضرورة الوقوف أمام المسؤوليات الإنسانية الأخلاقية لوقف هذه السياسة العنصرية في توزيع المياه، إذ أن إسرائيل قد خلقت في الضفة الغربية نظامان في هذا التوزيع. الأول يتعلق بتوريد المياه إلى المستوطنات الذي يضمن الوفرة بما فيها ري المسطحات الخضراء وغسيل السيارات، والثاني هو نظام حرماني إقصائي يقوم على منع المياه من الوصول إلى الفلسطينيين المقيمين في نفس المنطقة الجغرافية والذين عزلهم الجدار العنصري عن كل أسباب الحياة. لقد بلغت سياسة الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية ذروتها في قطع المياه عن هذه المناطق، وكذلك عدم الالتزام بتشغيل مشروع المياه الذي مولته الحكومة الفنلندية والشعب الفنلندي مشكورا من أجل حل هذه الأزمة الخطيرة. والأخطر من كل ذلك إعلان حكومة الاحتلال عبر دوائرها العسكرية ذات العلاقة في الضفة الغربية بأن هذا المشروع وغيره من المشاريع المائية لن يجري تشغيلها إلا بموافقة الفلسطينيين على تطوير شبكات مياه للمستوطنات. إن القوانين والمواثيق الدولية تلزم قوات الاحتلال بعدم نقل مواطنيها إلى الأقاليم المحتلة، وكذلك فإن هذه القوانين تلزم قوات الاحتلال بعدم العبث بالموارد الطبيعية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل الأعراف الإنسانية، حيث يقوم بسرقة مواردنا المائية وبيعها لنا بأسعار تفوق الاحتمال، ويجعل من الموارد المائية سيفا مسلطا على أبناء شعبنا. إننا بهذه الصرخة وهذا النداء إلى كافة القوى الديمقراطية والحقوقية نأمل ونتطلع إلى موقف إنساني ودولي ضاغط على حكومة هذا الاحتلال العنصري بالتوقف عن هذه الإجراءات التي تفتقر إلى أبسط الأخلاق الإنسانية، كما ونطالب هذه القوى بالضغط على إسرائيل بوقف صرف المياه العادمة إلى أراضينا التي تحولت إلى مكبات لنفايات المستوطنات في الضفة الغربية. سأترككم إلى مزيد من التفاصيل مع الأخ سالم أبو عيد رئيس مجلس محلي بدو، ثم إلى الصحافة الأجنبية إلى بيان صادر باللغة الإنجليزية. تفضل أخ سالم. السلام عليكم. بيان صحفي صادر عن هيئة العمل الشعبي والمجالس المحلية قطنة بدو بيت عنان بيت سوريك بيت إجزة بيت دكو بيت إكسا النبي سمويل كبيبة وخربة أم اللحم في منطقة شمال غرب القدس. مشكلة المياه في منطقة شمال غرب القدس: تمر منطقة شمال غرب القدس بقراها 10 وسكانها الذين يقارب عددهم 60,000 نسمة بفترة عصيبة وظروف حرجة فيما يخص قطاع المياه. وحتى نضع سيادتكم في صورة الوضع القائم بدقة متناهية، دعونا أولا أن نتناول هذه القضية من جذورها وكيف بدأت وتفاقمت وإلى أين وصلت حتى هذه اللحظة.
في بداية الأمر وحين تم إنشاء شبكات المياه في هذه المنطقة لأول مرة ما بين عام 1985 و1989، كان تعداد سكان المنطقة لا يتجاوز 30,000 نسمة، وقد تم شبك المنطقة بخط مياه مزود من جهة مستوطنة هرادار من خلال شركة مقروط الإسرائيلية، وبكمية ضخ للمياه بلغت 120 متر مكعب للساعة الواحدة، أي بما يقارب معدل استهلاك 140 لتر للفرد يوميا، وكانت الكمية مناسبة لتغطية الحاجات في تلك الفترة. مع مرور السنوات ارتفع تعداد السكان، وفي المقابل كان نقص تدريجي في كميات المياه التي تضخ للمنطقة، وأيضا أخذت شبكات المياه بالتلف تدريجيا حتى وصلت نسبة الفاقد فيها ما معدله 35%، وحاليا حيث عدد السكان المنطقة يقارب 60,000 نسمة، فإن كمية المياه التي تضخ لها فقط حوالي 60 متر مكعب للساعة، أي ما يعادل استهلاك الفرد لا يصل إلى 30 لتر لتر للفرد يوميا، في حين يفوق استهلاك كل فرد من سكان المستوطنات المحاذية للمنطقة 300 لتر للفرد يوميا، أي 10 أضعاف المواطن الفلسطيني في منطقة شمال غرب القدس. وبناء على هذه التراكمات والمعطيات، فقد تقرر إنشاء مشروع شبكات مياه جديدة لكامل المنطقة وخطوط ناقلة وخزانات تجميع وتوزيع، وقد تم ومن خلال سلطة المياه الفلسطينية الحصول على دعم وتمويل لإقامة هذا المشروع من قبل الحكومة الفنلندية، وبالفعل تم تنفيذ هذا المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 8 ملايين يورو. وقبل البدء بتنفيذ المشروع كان هناك اتفاقية موقعة ما بين سلطة المياه الفلسطينية والجانب الإسرائيلي من خلال اللجنة الفنية المشتركة على تزويد المنطقة بكمية إضافية من المياه تبلغ 50 متر مكعب للساعة من جهة النبي سموئيل بتكسا، وكان ذلك عام 2007. الآن وبعد الانتهاء من هذا المشروع وتسليمه بالكامل وإنشاء محط الضخ في منطقة النبي سموئيل وتركيب المضخات، ولم تبقى سوى عملية الشبك لتزويد المنطقة بالكمية الإضافية المتفق عليها، إلا أنه ولغاية هذه اللحظة لم يتم هذا الأمر، مع أنه كان من المفروض شبك المنطقة بالمصدر الجديد منذ شهر 11/2012. وعند مراجعة سلطة المياه ورئيس اللجنة الفنية المشتركة بهذا الخصوص، كان الرد بأن الموضوع سياسي وهم يعملون على حل هذه الإشكالية مع الجانب الإسرائيلي، ولكننا ولغاية اليوم لم نتلقى أي ردود بهذا الخصوص. ومؤخرا وتحديدا بتاريخ 28/3/2013 استفاقت المنطقة على أزمة جديدة، وهي مصدر المياه القديم من جهة هرادار، تم تقليص كمية المياه من جهته حتى أن حوالي 90% من بيوت المنطقة لم تصلها المياه، وبدأ هنالك حراك في المنطقة وتذمر وشكاوي من المواطنين، ووصلت للشجارات والتهديدات والتخلف عن تسديد فواتير المياه، وحالة من الفوضى والغليان والترقب بسبب انقطاع المياه. وقمنا بدورنا في دائرة المياه بالتواصل مع الجهات المعنية ووسائل الإعلام المختلفة والمناشدة لحل هذه الأزمة الخانقة والتي تجتاحنا حتى قبل نصف فصل الصيف، فنحن لا يمكن أن نتوقع كيف سيكون الحال لو بلغنا فصل الصيف بهذه الوضعية وهذه الأزمة المستعصية ونحن على أعتابه. من هنا فإننا وباسم مجالس وسكان هذه المنطقة نناشد جميع المسؤولين وكل من له علاقة بالموضوع للتدخل الفوري وأخذ الإجراءات والخطوات العملية لحل هذه الأزمة الخانقة، فالمنطقة تعيش حالة من الغليان والتذمر وعلى وشك الانتفاض للمطالبة بأقل حقوق الإنسان على هذه الأرض ألا وهي قطرة الماء.
والضغط بكل السبل وخاصة على الجانب الإسرائيلي لربطنا بخط المياه الجديد وعدم ترك الأنابيب والشبكات التي تم عملها فارغة تحت الأرض، لكي نتلافى جميعا ما قد ينجم من ردة فعل من سكان هذه المنطقة والمواطنين المحرومين والبيوت والمدارس وكافة المؤسسات والهيئات في منطقة شمال غرب القدس. المجالس المحلية في منطقة شمال غرب القدس، هيئة العمل الشعبي في منطقة شمال غرب القدس. شكرا. بصفتي أن أنا متابع لقضية المياه منذ تأسيس شبكة المياه، المياه ما إجت لمنطقة شمال غرب القدس بسهولة إلا بعد احتجاجات كثيرة، حتى اضطر الاحتلال يوافق على مد شبكة المياه في عام 86. الاحتلال قاعد بيستعمل معنا أسلوب التمييز العنصري، احنا بنأخذ من خلال مستوطنة الرادار مثل ما أحكوا الإخوان، للمعلومات هناك خزان موجود في مستوطنة الرادار، في المستوطنة احنا بنأخذ من الربع الأخير من الخزان، الاحتلال المستوطنة بتأخذ من آخر الخزان من تحت، وبالتالي لما بتخف المية هي بتخف على السكان، على جميع سكان المنطقة، وبالتالي باستمرار في هناك مشاكل. اثنين، الأخ أبو سيف كان موجود معنا، المحابس المياه موجودة داخل مستوطنة الرادار اللي تتحكم في المياه في المنطقة، وبالتالي باستمرار اللي بيخفف وبيفتح المحابس وبيخففها هم من خلال موجودين في داخل المستوطنة. احنا ممنوعين نوصل لهاي، حتى سلطة المياه الفلسطينية لازم تيجي مع تنسيق مشان تقدر تدخل تشوف هاي المحابس، لكن سكان المستوطنة وكان موجودين وبشهادة الإخواننا موجودين. احنا لما احتجينا قبل 8 سنوات وكان أخونا أبو سيم موجود قبل 8 سنوات من 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 خلال احتجاجات كثيرة اللي كانت تحصل، اجا حارس المستوطنة هو اللي اجا فتح لنا على المحابس حتى احنا نشوفها، وكانت مخففة على الآخر. وبالتالي هذه سياسة أبرتايد، سياسة احتلال عنصري قاعدين بيمارسوا فيها على شعبنا. شكرا. طيب شكرا جزيلا لكم، إلا إذا كان هناك شيء احنا جاهزين. شكرا لاهتمامكم، شكرا لتواجدكم، ونأمل من خلال الإعلام الفلسطيني والإعلام الأجنبي أن نسلط الضوء على هذه القضية الإنسانية. الله يعطيكم العافية.